بنرحب بحضراتكم مرة تانية. تشكيلة الفريقين لقائهم الليلة: فريق بيراميدز صاحب الأرض في هذا اللقاء في حراسة المرمى شريف إكرامي، رباعي في خط الظهر محمد حمدي، أحمد سامي، علي جبر وعمر جابر، اثنين هاف ديفندرز نبيل عماد دونجا وليد الكارتي، ثلاثة تحت راس الحربة رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، وراس حربة فخر الدين بن يوسف. البدلاء: أحمد دعدور، أحمد فتحي، أحمد أيمن منصور، محمود وادي، عبد الله مجدي، أحمد توفيق، محمد الجباس، حسين السيد، محمود صابر. أما تشكيلة الفريق الضيف إيسترن كومباني ففي حراسة المرمى عمرو حسام، رباعي في خط الظهر أحمد داهش، أسامة العزب، خالد مصطفى وعاصم سعيد، اثنين هاف ديفندرز كريم خميس ومحمد ناصر مودي، طرفين أحمد متعب وبنيامين أفوتو، اثنين راس حربة عرف السيد ومحمد حسن. البدلاء: أحمد بوسكا، الحسيني طه، أحمد أبو بكر، صلاح عاشور، محمود صقر، ستيفن كوامي، كمال أبو الفتوح، أحمد تمساح ومحمد عصام. كابتن أيمن، تعديلات بنشوفها في فرقة بيراميدز في التشكيل. الماتش اللي فات كان رمضان قاعد احتياطي، كان شريف قاعد احتياطي، شريف كرامي، فخر الدين، عمر جابر، فخر الدين بن يوسف. النهاردة كابتن إيهاب جلال بيدفع بيهم منذ البداية، ده ممكن يعدل الكفة شوية. الفروقات متقاربة، فرقة بيراميدز بتتميز إن من الفرق القليلة جدا اللي عندها دكة بدلاء قوية جدا ومؤثرة. صحيح. في الأداء، وده مدي قد يكون في الدوري بتاعنا ده رفاهية للكابتن إيهاب جلال، إن نقدر النهاردة لما ينزل فخر الدين يوسف، أعتقد ما تقدرش تقول عليه بديل لوادي، لان نفس الشخصيه مطلوب منه كتير. لما بينزل رمضان صبحي، هو رمضان صبحي ليه قيمه، واطلع ابراهيم حسن ونقل ابراهيم عادل يعني، لكن نفس ما تقولش عليهم بدائل، هي شخصيه مختلفه للفريق بلعيبه مختلفه. عمر جابر هو عمر جابر، لعيب جوكر يقدر يلعب في اي مكان. عمر جابر ومركز الباك اليمين يا كابتن ايمن، رايك ايه في احمد فتحي الفتره اللي فاتت؟ احمد فتحي الوحش بتاعه مؤدي جيد جدا. الوحش بتاعه يعني ممكن ما يدكش الزياده الملح والفلفل بتوعه، الاوفر اللي يوصل ويشوط ممكن، لكن هو المينيمم بتاعه ان هو مؤدي، مدافع قوي في مكانه، بيقفل في مكانه كويس، بيبعد اي مهاجم في المنطقه دي، قوي جدا في التحاماته، عنده شخصيه سبيريت، فهو حافظ يعني محافظ على التشكيلة معانا في تركيبته الشخصية. هكون مباشر أكتر، بعض الأصوات تعالت خلال الفترات اللي فاتت القريبة وطلبت أحمد فتحي بتعليق الحذاء، هل أنت مع الأصوات دي ولا شايف أنه لا لسه بدري؟ دي حاجة ترجع للاعب تماما، ومدام قادر يأدي، ومدام في مدير فني مقتنع بيه، والكلام ده كل لاعب ليه أخطائه في السن كبير وليه أخطائه في صغير، ليه أخطائه، لكن خلينا نتكلم أحمد فتحي ذكي جدا وبني آدم، يعني خد من الكرة كل اللي هو عايزه، بطولات وإنجازات ونجاحات وكل المردود ليه كلاعب التاريخ هيحتفظ بيه، واجهة مشرفة لكرة القدم المصرية، منتخب مصر طبعا يعني. في كل حاجة هو مش معقول احنا هنقيمه نقول له كفاية، لكن هو قادر ان يعرف يقول امتى كفاية. محمد فتحي لعيب محترم قوي وملتزم جدا ومنضبط جدا، وحتى لما هتشوفه بيت الدوري هتلاقي شخصية قوية وبينفذ التعليمات. صحيح. ومؤدي كويس جدا، هو لا غبار عليه، وحتى منطقة تقييم احمد فتحي بصراحة الناس اللي بتقول كده بعاد قوي ان هم يقدروا يقيموه بهذه الطريقة على ماتش واحد، يقول لك يا عم كان اول ثلاث ماتشات أميز لعيب موجود في الملعب، لكن عيب قوي. لكن انا بتفق ان احمد فتحي دي قراراته، ولسه قدامه انه عنده الطاقه البدنيه المميزه، وعنده الطاقه انه وشايف نفسه يقدر يكمل. عمر جابر شخصيه تانية، كاركتر تاني، اسلوب لعب تاني، ذكي، سريع، خفيف، بيقدر يروح يقدر يوصل لحد يبقى نمره 10، يقدر يوصل 9 في المباراه، بيخش في اي مراكز لو انت اديت له الحريه دي. لكن طول ما انت برضه زنقه بقيود كتير قوي بيبقى اداؤه محدود، لكن هو لعيب مرن قوي خططيا وتقدر تتعامل من خلاله. واعتقد النهارده عمر جابر ممكن يكون اضافه، لكن بيراميدز تظل كلها بتدور حوالين المخ عبد الله السعيد. هو المخ اللي في الملعب، هو لو الاتيتيود بتاعه مظبوط، مزاجه عالي داخل الماتش. بس ده ينفع يا كابتن ايمن؟ يعني فرقه بكم الانفستمنتس الكبيره دي، استثمارات مهوله بلعيبه وسكواد مهول، هفضل اظل بيراميدز للموسم الثالث على التوالي، انا هو عبد الله موجود، انا وانت في منتخب مصر بتدور على ايه؟ ما انت المكان ده صعب قد ايه في العالم كله. اللعيب المخ اللي بيحرك فرقه وبيحرك افكارها وبيحرك ادائها وبيحرك فنياتها، لعيبه قليله قوي في العالم، وقليلين قوي في مصر،
اثنين ثلاثة أربعة يقدروا يقوموا لك بالشخصية دي. أي فرقة عندها مخ ده بتبقى عملة نادرة. عبد الله سعيد مخ كبير ولاعب عنده نضوج غير عادي ولاعب فنياته غير عادية. لسه نازل هو عبد الله. طب حلو. ولاعب الغريب بقى اللي فيه إن أنت ممكن تبقى أقل واحد بيجري في المباراة. أيوه. لكن أكثر واحد عنده قدرة صناعة الأسيست أو الفكرة الهجومية أو فتح المساحات أو إنه يستلم من زمايله بشكل سهل أو يسلم زمايله بشكل سهل. ممتع لما بيبقى عنده المزاج بتاعه عالي، لعيب ممتع في المباراة، هو الشخصية. وكل فرق العالم كده عندها لعيب بيمثل شخصيتها. عبد الله سعيد مخ كبير قوي، سمارت نوت هارد فعلا، ودي دي مهمة. لكن خلينا نتكلم إن في الآخر النهارده عبد الله السعيد معاه تشكيلة متميزة جدا. أيوه. يعني انا عاجبني قوي ان ايهاب جلال لقى معادله نص الملعب الدفاعيه بتاعته ما بين دونجا القوي العنيف وما بين وليد الكارتي، المخ وليد الكارتي اللي في نص الملعب الدفاعي. وهنا بقى بيراميدز بيدور على مخين، مخ في نص الملعب الامامي عبد الله السعيد، ومخ في نص الملعب الخلفي اللي هو وليد الكارتي. بس وليد الكارتي تحرر من كلمه مخ وبقى بيلعب دايركت سترايكر، بيروح يبقى على طول نمره 9، بيروح على طول في المناطق المميزه للتهديف وبيرجع يادي. ده كابتن ايمن بتراوري اول موسم ليه خالص، الموسم لو تفتكر اللي هو كان بتاع اللعيب البرازيلي كينو، الموسم ده كان تراوري بيعمل الحته دي على طول، كان بيدخل على طول ال 18. ايهاب جلال بيحب التنوع المنطقه دي، وده ذكاء منه طبعا، انه بيحيي المنطقه دي. ما ينفعش، وانا معايا حسني هنا كمان عبد الرب واحد من ملوك المنطقه دي في مصر على مدار التاريخ، بيبقى جميل قوي ان المنطقه دي تبقى الاثنين مش شبه بعض. صح. بترتاح انت، واحد معروف في دونجا بيعرف يقف كويس قوي ويظل هو بيقود المنطقه دفاعيه. حسنا كابتن ايمن، في حاجه انا بالنسبه لي بشوف فيها شبه كتير، بس انت اكتر واحد ممكن تقول لنا المقارنه دي، او مش مقارنه طبعا، بس يعني لمحات. انت رايق قوي النهارده كابتن حسني عبد ربه، في لمحه كده طعم من كابتن حسن شحاته لما كان هو لعيب. فكره الـ مش عايز اقول التكامل، بس فكره الخلطه بتاعت هو الخلطه، السرعه على القوه، على الحته الدفاعيه، على التهديف، على الشوط، على الاثنين ممتعين. بس كل واحد ليه عصره طبعا. يعني خلي بالك كلمه عصره دي كلمه صعبه طبعا، لان عصر نص الملعب بتاع كابتن حسن شحاته كان اسهل شويه مثلا من عصر نص الملعب طبعًا بتاع حسني. لان الواجبات بتاعت نص الملعب بتاعت كابتن حسن شحاته غير الواجبات بتاعت حسني. كابتن حسن شحاته طلع اعجازات من المنطقه دي، طور المنطقه دي، عمل يعني ايه لعيب نص ملعب بيروح يجيب جون، فعمل لنا الخيال للاجيال اللي بعده، لعيب نص الملعب المتحرر بيروح يجيب جون، هو صانع الخيال ده. أيوه. ما كانتش منطقه نص الملعب دي غير بتستلم وتسلم، وهو ده كان شكلها. لكن حسن شحاته راح مغير المفاهيم والاداء بتاع شخصيه نص الملعب. الجينات واصله، الجينات ضربت فيا، فانا كنت نص ملعب هداف، كانوا يقولوا انت بتلعب فروت، اقول لهم لا ده نص ملعب، وضربت بعد كده في حسني بقى خدها وعرف يلعب ويؤدي بيها، لكن هي جينات. بس بمناسبه يا كابتن بعد اذنك، انا اسف يعني قطعت حضرتك، من افضل التصريحات اللي سمعتها في حياتي خلال مشواري الكروي تصريح للكابتن حسن شحاته، اتسال سؤال قال مين اللي ممكن يشبهك في الاول؟ فقال لهم حسن عبد رب. فده رد على سؤالك بجد والله؟ انا ده عندي التصريح ده محتفظ بيه طول الوقت، ده فيديو متسجل يعني. فالتصريح ده يعني انا اسف على لا بالعكس، ده هو ده حاجه انا فخور ان انا انا بقول لك الجينات بتتواصل. لكن صاحب صناعه فكره نص الملعب اللي بيهاجم دي حسن شحاته. تحياتنا للعظيم العظيم اللي وحشنا كلنا، واحد من اهم رموز واساطير الكره المصريه، المعلم الكابتن حسن شحاته.